تقول لي خلنا نطلب مشاوي. ايوه قلت لا مشاوي نايم خلنا ندق على حمود احسن. يعني مشاوي والثاني يبي خفايف. انا بعد ودي بخفايف صراحه. واحد يقول لي وجبات احترمنا ايش نطلب. كان حمل قطان يقول لي سهران لذيذه دبل جبن وعدواني. زين يلا هاي ودي خفايف. ها السؤال خلاص احترمنا ايش نطلب. ذكرني شنو كان ودي اكل انا؟ مشاوي نايم. وجبات وجبات نايم. لا ماكو وجبات سهران. ها شنو؟ انا خايف. خفايف. انا خايف. شنو؟ خفايف. خفايف ولا يبا. تحية حق ريفيرس. السلام عليكم ريفيرس. ريفيرس انا اوجه لك كلمة عبر قناة شاهد في هذه الاثناء. زعطر جايز اوجه. احب اقول لك انا احبك وايد واتمناك الخير واتمنى اشوفك احسن انسان في الدنيا. زين شنو الجائزة؟ شنو الجائزة؟ بتوى 3 اشهر 10 كمان خصم العاب 50 دينار كاش وهلا هوبا. هناك ثنتين. منو؟ مع علي. تهاني مع علي. ايش فيك؟ تهاني علي مو متوقع عدل؟ لا حسب ما عندك عصير. دق علينا عصير. تهاني هلا شلونك؟ الحمد لله تمام. منو المطربة اللي غنت يا مصبر الموعود؟ منو معك؟ نوال الكويتية. منو؟ نوال الكويتية. متأكدة؟ متأكدة ونص. اكيد متاكد ونص. قول ونص. لا ولي عافيك ابي كاش. قول متاكد ونص. ها كاش منو؟ نوال الكويتية. مبروك. هيا نايم. جائزة يعني قص على الناس اللي يدك. قولها جائزة بطريق. الجائزة 50 دينار. 50 دينار كاش الهبة. حلوين شباب حلوين. بعده نطلع فاصل. نطلع فاصل ورد واير ما عاد ابي شيء. يلا طبعا معنا ضيف قال ابي اقعد معكم بالحلقه. طبل قاعد يدق طبل قال ابي معاكم بالحلقه. تحيات وفناننا علي عبد الله. مستمتع حبيب؟ مستمتع اي طبعا. مستانس. اكيد اكيد اكيدين. ها منو مع منو الحين اتصال؟ معك. معي انا؟ ما توني ماخذ. عندي انا. عند بدو. انا اللي توني اخذت اخر اتصال. سالت يمك بدو شنو؟ وقفها على وصل بدو. انا خلصت سالتي. لا راح تاخذ. منو ويانا؟ بدو. محمد هلا شلونك؟ الحمد لله. اخبارك؟ والله بخير. شلونكم انتم؟ تمام الحمد لله. محمد هلا. ما هي البشتخته؟ هلا شنو هي البشتخته؟ ديسك قديم نسمع والله. سيدي ما هي البشتخته؟ سيدي قديم. لا شيء عشان يشغل سيدي. ساعدوني الله. قاعد يساعدك علي ساعتين. قاعد يساعدك قاعد يقول لك بس انت ما قاعد تسمع. شنو علي؟ مسجل قديم. مسجل قديم قاعد يقول. قول دي جي قديم. يقول مسجل قديم. سيدي
قول مسجل قديم، قول مسجل قديم. دجاج قديم. قديم. مسجل. مسجل. كا قال لك مسجل قديم يا أخي قول. محمد. 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 مسجل قديم. قاعد يقول لك مسجل قديم صح ولا مو صح؟ هلا. صح يا ماما. هلا. قول له صح. صح. صح ولا هبا. عطل جائزة لحظة بدو اليوم برنامج ماخذ راحته يطول بالاتصال لحظة هذه يقول لي محافظة الزنوج شو اوكي اوكي ماخذ راحته جائزتك بتمان 6 اشهر بقيمة 8 دينار و10 كومات خصم العاب بتبول وتذاكر مسرحية مدينة البطاريق شوفوني وانا بطريق هيا كاكاك بدون قاعد يغلدك سوي 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 مره ثانيه مره ثانيه شوف سوي بطريق سوي بطريق بطريق شلون صح كذي بدون يسوي المسرحيه انا بطريق قاعد يغلدك بالضبط يلا من معنا معنا مع 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 بندر بندر معنا بندر اي بندر شلونك هلا والله شلونك بالاغاني؟ مسرحياتهم والله زين تعال مسرح زين كمل الكلمات اللي جايه سواها قلبي يا حبيبي وحبك مطاعني وانا عن الحب ناهيه الظاهر اغنيه منو زين هذه؟ اغنيه منو؟ سواها قلبي ايوه لا تخرع لا تخرع اغنيه منو؟ يوسف تعال تعال قول له قول له قول له اغنيه منو؟ قول له قول له أصالة أصالة صح؟ أصالة 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 قال أصالة قال أصالة صح صح؟ صح صح ولا أبا فاز معنا فزت معنا بكابون مستشفى السيف و بنت بول 6 أشهر قيمة 80 دينار وعشر كوبونات خصم العاب بنت بول هيا يوسف يبي يصير مدير يبي يقدم الحلقه يوسف محمد معايانا ها محمد جاسم هذا محمد محمد نعم محمد شلونك شو اخبارك يقول لك يوسف تبي تسأل قل له ما هو النادي الإماراتي الذي احترف فيه جاسم الهويدي؟ جاسم محمد أبي 50 كيوس قل له ما هو النادي؟ نادي الإماراتي الإماراتي الذي احترف فيه؟ تنفيك جاسم الهويدي جاسم الهويدي شنو؟ نادي قل له الشباب الشباب شباب؟ الشباب الشباب محمد أبي 50 كيوس قل الجواب زين الشباب البنات قل الشباب قاعد يغششك البنات نادي البنات الشباب شباب قول الشباب شباب قول الشباب شباب قال الشباب شباب صح صح عطل هلا يلا حلو فزت معنا بجهاز سامسونج وكوبون العاب بنت بول 6 اشهر بقيمه 80 دينار زائد 10 تحبني؟ كوبونات خصم من العاب بنت بول مبروك طبعا طبعا الحين الختام دقيقه طبعا الختام اول شيء نشكر اخونا علي عبد الله نورنا هنا زين ونشكر الدير ندير والبنت بول وسبايكي تايم وستيجي جروب على تذاكر مدينة بطاريق وفرقة باكستيج جروب التذاكر اللي مقدمها الفنان الحلو محمد الحملي ويوسف مستانس معنا اليوم ابراهيم داشتي ابراهيم داشتي سبايكي تايم وطبعا الختام ختامها مسك مع علي عبد الله وفي شغله في شغله باشر ضيوفنا باكستيج جروب مره ثانيه ويا مشاري مجيب الفهد باسم باشر عشان بيغني يغني يبي يغني لازم يغني زين شنو بطقنا يوسف ايش فيك بس انت بطقنا ما يصير ايه كيفك حبيبي يلا
علي حياك. حبي بضاعة تشتري فينا وتبيع تهوى ولا بس لعب والله شكلك ما تحب وانا ما اقدر عن تعب ما بي عمري يضيع تهوى ولا بس لعب والله شكلك ما تحب وانا ما اقدر عن تعب ما بي عمري يضيع تحبني ولا إشاعة متردد متردد ولا تغلى تغلى يلا فهمني يلا ما تلاقي مثلي والله في هالكون الوسيع تهوى ولا بس لعب والله شكلك ما تحب وانا ما اقدر عن تعب ما بي عمري يضيع تهوى ولا بس لعب والله شكلك ما تحب وانا ما اقدر عن تعب ما بي عمري